خبراء دائرة الأعمال على راديو الشرق مع بلومبرغ. ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم في محاولة للتعافي من خسائر الأسبوع الماضي بدعم من مكاسب قطاع التكنولوجيا. داو جونز مرتفع ب 20%، الـ S&P 500 عند 4478 نقطة، والناسداك أيضا ارتفع ب 0.6%. هناك سهم تسلا ارتفع في جلسة اليوم بأكثر من 8% من الارتفاعات، وخاصة بعد الأخبار أن الكمبيوتر العملاق دوجو التابع لشركة تسلا قد يضيف هذا الكمبيوتر ما يصل إلى 500 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة من خلال الاعتماد بشكل أسرع على خدمات الشبكات وفقا لمورغان ستانلي. وللحديث حول ما يدور في الأسواق المالية العالمية ينضم معي من دبي رائد الخضر مدير الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا لينا. بداية دعنا نتحدث عن الأنظار كلها متجهة هذا الأسبوع إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، مع الإشارة أن هناك انقسام بين الاقتصاديين بين سياسة التجديد وإبقاء أسعار الفائدة. ما توقعاتك وماذا عن اليورو؟ هل برأيك التراجعات اللي كنا عم نشوفها على اليورو هو فقط بسبب قوة الدولار؟ حقيقة لينا نحن عم ننتظر قرار المركز الأوروبي، واللي هي التوقعات تشير إلى أن يبقي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، ولكن أعتقد حاجة المركز الأوروبي لتبني سياسة متشددة واحتمالية استمرار رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة لا تزال قائمة وبقوة هذه الاحتمالية، والسبب في ذلك يعود إلى أن التضخم لا يزال عائق مهم. نحن شفنا الأسبوع الماضي قراءة التضخم من الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات أوروبا ترتفع إلى 6.1%، أي أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال تحت ضغط شديد متأتي من ارتفاع مستويات التضخم، وبالتالي إن لم يكن هناك رفع لسعر الفائدة في الاجتماع القادم طبعا وإبقائها عن مستويات دون تغيير، أعتقد القادم الاجتماعات القادمة سوف يتم مناقشة أنه يكون في عنا الريت ديسيجن رفع إلى مستويات 4.5% بدلا من إبقائها عند 4.25 كما هي الحال حاليا. طيب ماذا عن اليورو رائد؟ يعني الآن عم بيشهد ارتفاعات بسبب تراجع الدولار الأمريكي في جلسة اليوم، ما شاهدناه على اليورو خلال الفترة الماضية هل هو بسبب قوة الدولار أم التوقعات برأيك أنه ما رح يكون سياسة التجديد موجودة؟ أعتقد أنه كزوج يورو دولار أمريكي التراجعات مثل ما تفضلتي هي بنتيجة كانت قوة الدولار الأمريكي أولا، ويعني تسلسل قرارات الفيدرال الأمريكي فيما يتعلق برفعات متتالية لأسعار الفائدة، ولذلك كان واضح جدا قوة الدولار الأمريكي أمام اليورو وهبوط هذا الزوج. حاليا نحن عند المستويات 1.057، ومن المرشح أنه يزور مستويات أعلى نحو مستويات 1.08 كونه قرار المركز الأوروبي يسبق الفيدرالي فيما يتعلق بإبقاء السياسة النقدية دون تغيير، ولكن الحاجة إلى رفعات أكثر في الفترة القادمة. طيب رائد، بيانات في غاية الأهمية نترقبها هذا الأسبوع، بيانات التضخم، ما أهمية هذه البيانات لتعطينا إشارات حول توقعات الفيدرالي الأمريكي خاصة خلال اجتماع نوفمبر، لأنه يظهر أن الأمر محسوم في الاجتماع هذا الشهر؟ يعني الاحتمالية بالنسبة للفيدرالي أن يبقي على أسعار الفائدة أصبحت تفوق 90% حاليا وفق أداة التوقع CME لتوقع أسعار الفائدة. أعتقد فيما يتعلق بالبيانات المنتظرة خلال تعاملات هذا الأسبوع وهي الـ CPI Numbers مؤشر أسعار المستهلكين والتي تقيس التضخم، التوقعات بأنه نحن نرتفع ب 3.6%، ولكن خلينا نحلل هذه التوقعات.
3.6% كارتفاع على بآخذين بعين الاعتبار ارتفاعات أسعار النفط، آخذين بعين الاعتبار المرحلة الموسمية أو الفترة الموسمية التي يتحسن فيها السوق إجمالا في الولايات المتحدة الأمريكية في خلال فترة الصيف، والتي أيضا ترتبط بأن يكون في عنا استهلاك أكبر للنفط. وشفنا كيف معظم القراءات الأخيرة التي جاءت عن مخزونات النفط تشير إلى انخفاض، تعطينا إشارة ضمنية أن مؤشرات أسعار المستهلكين سترتفع، وهي لا تعني أن أسعار الفائدة الحالية غير كافية لضبط التضخم عند هذه المستويات. طيب أنت ذكرت نقطة مهمة رائد، أن أسعار النفط بعد وصولها مستويات 90 أو فوق عتبة 90، إلى أي مدى برأيك عم تثير المخاوف من الضغوط التضخمية؟ يعني أعتقد الرسالة فيما يتعلق بضبط أسعار النفط من قبل أوبك بلس عند مستويات أعلى، واستمرار التخفيض الطوعي ساهم بشكل كبير. ولكن أنا بدنا نرجع على المسببات، الطلب كان ضعيف، ومخاوف عدم نمو الطلب كما ينبغي كانت إحدى الأسباب الرئيسية التي استدعت أوبك بلس أنه يتخذوا قرار التخفيض الطوعي تمديده لحتى نهاية التعاملات هذا العام. وعادي جدا أنه نشوف مستويات $100 للبرميل قبل أن تعود للانخفاض بعض الشيء مع عودة خلينا نقول المعروض النفطي للارتفاع تدريجيا. هي عملية ضبط للأسعار ممكن أن تكون أكثر من أن يكون هناك ضغوط تضخمية تدعم الارتفاع. لا يزال الطلب ضعيف من ثاني أكبر اقتصاد بالعالم اللي هو الاقتصاد الصيني. طيب دعنا نتحدث عن الين الياباني، يعني كان تحت الضغط بقوة أمام الدولار الأمريكي. سمعنا من البنك المركزي الياباني تصريحاته كانت يظهر أنه أصبحت مع سياسة تشددية. نحن نعلم أنه سياسة البنك المركزي الياباني سياسة تسهيلية، اضطر خلال العام الماضي أن يتدخل لتقوية الين، كانت لأول مرة منذ عام 1998. هل بتتوقع تصريحات البنك المركزي الياباني بشأن سياسته النقدية هي مجرد كلام، أم تتوقع بالفعل رح يكون تحول من قبل البنك المركزي الياباني نحو سياسة التشديد؟ خلينا نكون شوية واضحين في هذا الخصوص. أولاً نحن شهدنا على الزوج دولار أمريكي ياباني ارتفاعات قوية جدا خلال التعاملات هذا خلينا نقول العام. نحن شفنا هذه الارتفاعات القوية هي بنتيجة أولا قوة في الدولار الأمريكي، وثانيا كان في عندنا محاولات تصحيح للين الياباني. حتى الآن السياسة التيسيرية فيما يتعلق بالألترا إيزي بوليسي بنسميها في اليابان لا تزال معتمدة، ولا يزال سياسة التيسير هي اللسان الأقوى داخل الاقتصاد الياباني. ولكن التضخم عندنا في اليابان الذي هو يدعم هذا القرار ارتفع بعض الشيء، ولذلك كان هناك هذا التغيير الأخير. نعم، رائد الخضر مدير الأبحاث بإكويتي جروب، شكرا جزيلا لك، وشكرا على وجودك معنا في دائرة الأعمال عبر راديو الشرق بلومبرغ.